نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حللنا أهلا ووطأنا سهلا، عدنا والعود أحمل، تواجدون يوميا بدون انقطاع بدون توقف avec continuité sans discontinuité sans arrêt. آمنا بنبل القضية ففرغنا تفرغا تاما لا يشغل بالنا إلا القضية، قضيتنا العادلة التي بدلنا كل المجهودات المتاحة وغير المتاحة حتى أوصلنا المظلوم إلى من يهمهم الأمر وتم الاعتراف بالأحقية للعشر آلاف ومئتين متقاعد ومتقاعد تقاعدوا تصاعديا من 2003 إلى ما تم 2011 في الوقت، جميع تنكر إليهم وبدون استثناء ليظهر خفافيش الظلام في آخر المطاف يحاولون الركوب على هذا الملف جبناء بامتياز، ونحن نعرف الاستوريك ديال كل زلم فيهم. خفافيش الظلام جاو تال 31/12/5 اللي شكروا اليوم قال لك لجنة كون شكلتها على راسك، كون شكلتها لروسكم، كل شي عاق بيكم، ولو تنسحبوا انسحابات جماعية. ان نحن نعرف يعني الادوار الخبيثه التي تلعبونها من اجل تحصين هادو اللي ناهي بالمال العام، كيف تحصنونهم عفوا ما بغيناش ندخلوا في الاعماق ديال الهم الكحل، لان كاينين جوج محطات بالنسبه ليا 96 و 2011، هادو جوج هما اللي مسؤولين على هذا الشيء اللي تيمر منه الناس الان، هاد الاوضاع الكارثيه مسؤولين فيه اللي كانوا في 96 تناوب وقبلوا بالتناوب واللي جاءوا في 2011 واخترقوا وقاموا ب الاخبار في روسكا. هاد جوج تلا نقول شيئا اخر. اما الاحزاب واللي باقين فيها الان، هادو اللي باقين على رؤوس الاحزاب دائما يفرخون نفس الاشخاص لا نقابيا ولا حزبيا باش يبقاو متحكمين في القواعد باش ما توقعش يعني انزلاقات، باش يبقاو هادو يعني ليسانس يدير تا 200 درهم ما تهمهمش زيادة في كل شيء، زيادات يعني يحصنونهم. ما عندناش شي احزاب معارضة نهائيا، بل الجميع يعني يحصن هذوك اللي تيقول لك هما ينهبون المال العام، يقومون بتحصينهم، ترجعون حتى اللي كملت ليه الولاية يغيروا ليه النظام الأساسي من أجل إضافة ولاية أخرى، لأن تيقول لك اللي تنعرفوه اللي نعرفوه أحسن من اللي ما نعرفوش، وتبقى يعني متحكم لك في
في جميع هذوك الأغلبية تيخدموها بالشبيبة. فهاد الأوضاع الكارثية وهاد الزيادات وهاد الشيء تتحملوها نتوما أغلبية ديال الشباب اللي تيمشوا يعني تيدعموا مثل هادو ويصفقوا ليهم في الحفلات، وهم اللي تيوصلوهم وهم اللي تي يعني تحصنوهم باش يبقاو مستمرين في غيهم. هادو اللي الان تيغوتو وتيديرو، انتوما اللي صوتوا على هاد الحكومه اللي هي ديال الباترونه وفعلا ما غتترحمكمش. ها هما تياخذوا الدعم وتيعاود يزيدوا، يقول لك بان لا ماتيغ بروميير راه تزادت وتيزيدوا، تياخذوا الدعم على اساس ان راه لا ماتيغ بروميير تزادت وخص خصهم يعني باش ما يزيدوش في الاثمنه، تياخذ الدعم اون بليس تيزيد على اساس ان لا ماتيغ بروميير يعني راه تزيد. وشكون اللي يهضر معاه؟ كاين لا حاسيب ولا راقي. بحال واحد قبيله شفتو قال لي هذاك علاش هذاك غيهضر اصلا على اللي عنده الحولي ديال 5000 درهم. كاين ديال 800 درهم وكاين ديال 1400 درهم وكاين ديال 200 درهم. شري مش انت، هما اللي تمتعوا فقط اللي عندهم دار. هذا الشيء اللي وصلتوا روسكم ليه، وصلتوا روسكم ليه. اما هو راه في 2016 قال لك راه غادي نكون في 2021 قالها. شكون اللي حصنوا؟ اللي حصنوا هادو كلهم اللي باقي الان. بن كيران هو اللي مسؤول على هاد الشيء وهو اللي راجع تاني ويحصنه. راه هو قالها، قال لك انايا تنحصنه وتنقول لذاك باش ما يديروش المعارضه، يعني ما يعارضوش. اذا هو يحصن اخ النور، يحصنه. ترى الهم لك حنا نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنا غاديين في جهه ولينا في جهه. باش ما نطولش عليكم، احنا جينا على هاد الكيادر اللي كانوا جاو عندنا حنايا في كيفاش داروا، كيفاش داروا